المشاهدين الكرام أينما كنتم أسعد الله مساكم بكل خير، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مع الناس، نعيش معهم معاناتهم ونسمع لشكاويهم. في البدء أريد أن أتحدث في عدة مواضيع، لكن أوجه كل شكري للزملاء في مكتب أربيل، كنت في ضيافتهم أشكرهم جزيل الشكر، وحتى الذين الأخوة الذين يتابعونا التقيت بالكثير من النازحين أيضا، وإن شاء الله خلال الأيام القادمة يعني سنزورهم. زرنا مخيم للنازحين وقفنا على معاناتهم ومأساتهم واللي يحتاجونه، إن شاء الله نحاول يعني مناشدات وصلت إلى عدة جهات حكومية، إن شاء الله نحاول نوفر لهم اللي نقدر وخلال هذه الأيام. لكن اليوم كان مؤتمر لعشائر صلاح الدين بخصوص عزيز بلد وبخصوص يثرب وبخصوص سليمان بيك، وهناك صلح أو مصالحة عشائرية خلال هذا المؤتمر. لكن في البداية خلوني أرحب بضيفي الشيخ حردان لفتة الفراجي، وهو عضو مجلس محافظة صلاح الدين، اللي خلنا نفهم منه موضوع مؤتمر هذا المؤتمر العشائر عزيز بلد ويثرب وسليمان بيك. شيخ حردان لفتة مرحبا بك، المؤتمر الذي عقد بحضور يعني الشيوخ عزيز بلد ويثرب وسليمان بيك، وأكو أمل لعودتهم خلال هذه الأيام، تفضل حدثنا عن هذا المؤتمر شيخ. حياك الله داد، يعني الحاضرين بالحقيقة كما تعلمون احنا الجميع هو نجحي عزيز بلد وسليمان بيك وكل يثرب، تم مباحثات ألو اسمعني شيخ مغداد، كل شيء صوت مو واضح معك، اسمعك شيخ حردان، اسمعك اكمل، تفضل شيخ. نعم هناك مشاكل حدثت يعني بالمقاطع سليمان بيك وعزيز بلد ويثرب، ولكن الجهود المفروض إليها من قبل مجلس محافظة صلاح الدين ومحافظة صلاح الدين وشيوخ العشائر ووجهاء المناطق، تم مناقشات عدة ومؤتمرات عدة في هذه الفترة الأخيرة، واليوم إن شاء الله نحصل إن شاء الله الأيام المقبلة إن شاء الله في وضع آلية حوزة النازحين ونغير موحد مؤتمر عشائري فيه وثيقة شرف بين هذه المناطق والمناطق المجاورة لها حول إعادة النازحين لهذه المناطق. شيخ حردان يعني ممكن ننتظر أنه أو تم الصلح بين هذه العشائر، أكل يعني المقررات اللي خرج بها المؤتمر، تفضل شيخ. نعم هناك مقررات بين هذه العشائر، طبعا الشيخ جيد هو نوضع حلول سرية وحلول، ولكن فيها الآن حتى إن شاء الله بمثلانها في المؤتمر القريب إن شاء الله، مؤتمر مطارحة وطنية بين أبناء هذه العشائر إن شاء الله، وضع وثيقة الشرف بينهم إن شاء الله، ولكن نص حاضر أنا نفتح عنها لميت إن شاء الله قريب. نعم طيب شيخ حردان خلي أسألك سؤال أخير، يمتى يعني أنا كل مرة أسألك بس المرة ما راح يعني أحددك بوقت، بس راح أقول لك يمتى إن شاء الله يرجعون وتنحل هذه الأزمة خصوصا عزيز بلد؟ أخي في المغضاد أنت تعلم أنا قبل فترة وحجزت وإن شاء الله هذا الأسبوع كان هناك بعادة نازحين، ولكن هناك بعض الشروط بحقيقة أخلفتنا مع أهالي بلد، وهي يعلم الجميع هو بإلغاء نحن البلد، وكما تعلم كمجلس محافظة صلاح الدين وشيوخة مناطق البلد والرواد منعوا واستغرابهم في أنه في هذا الوقت الغاء الناحية مقابل إعادة النازحين. بالحقيقة شوية تريثنا الموضوع، ولكن لو كان هناك في الغاء مقابل الناحية فكانت هنا إعادة النازحين، ولكن إن شاء الله تتحل هذه المشكلة بجهود خيرين من أبناء بلد ومجلس محافظة ورئيس محافظة صلاح الدين والخيرين من عشائر المجاورين وعشائر البلد. نعم الشيخ حردان لفتة الفراجي عضو مجلس محافظة
صلاح الدين، شكرا جزيلا لانضمامك الينا. الشيخ حردان الفراجي عضو مجلس المحافظه وايضا رئيس لجنه التربيه والتعليم في محافظه صلاح الدين، شكرا لك على هذا التوضيح بخصوص مؤتمر العشار وهو الحدث الابرز طبعا اليوم، ان هناك مؤتمر العشائر نحو السلم الاهلي ومصالحه مجتمعيه، وهذا شيء ممتاز جدا. طبعا احنا راح نستقبل اتصالاتكم الان في بدايه الحلقه، وإن شاء الله لكي بعدها ننتقل إلى الجولة اللي قمنا بها أنا وزميلي الأستاذ وليد المدني في برنامج هموم الناس، الأخ أبو عبد الله الأستاذ وليد المدني، أوجه له كل التحايا طبعا. وهذا الرجل مثابر، هذا الرجل مجاهد، أنه يقف مع النازحين يزورهم. طبعا زرنا أحد مخيمات النازحين، الوضع كان مأساوي جدا، الوضع كان مأساوي جدا، بحيث احنا ما تحملنا درجة الحرارة اللي موجودة في المخيم، والكل يعرف يعني أربيل ما شاء الله، خصوصا المخيمات كانت يعني أمس وأول أمس ثلوج يعني في بعض المناطق، فش حالكم بالمخيمات؟ فزرنا هذه المخيمات، الوضع كان جدا جدا مأساوي ومزري، لكن الله يعينهم. طبعا راح نعرض جولتنا أنا والأستاذ وليد المدني، وإن شاء الله نوعد أهلنا في عربت، في باقي المخيمات، في الخازر، في حسن شام، في باقي المخيمات، إن شاء الله راح نزورهم وننقل معاناتهم إن شاء الله في أقرب وقت أو خلال إن شاء الله الأسابيع القادمة بإذن الله تعالى. طبعا أيضا عندنا موضوع مهم كنا نريد نتناقش به، هو موضوع المعتقلين. خلينا نشوف تصريح السيد ضياء الدوري حول موضوع المعتقلين وبعدين نرجع. أما من جانب المعتقلين، وهذا هو المهم والأهم، نحن نتابع ولهذه الساعة موضوع المعتقلين الذين تم اعتقالهم في قضاء الدور وبقية الأقضية الأخرى، والذين نجهل مصيرهم إلى هذه الساعة. عجزنا من مطالبة السيد رئيس الوزراء بعد مقابلته لأكثر من مرارا وتكرارا طالبته بالكشف عن مصير أولئك المعتقلين، ولكن دون جدوى، ولهذه الساعة اتجهنا اتجاهات أخرى لمعرفة مصير أبنائنا المعتقلين، ونحن لهذه الساعة نتابع هذا الملف وبدقة مع جهات أخرى، ونأمل إن شاء الله أن نصل إلى نتيجة وأن نعرف أماكن تواجدهم بالتحديد، وهل هم أحياء أم أموات. ونحن هنالك من طمأننا بأنهم أحياء وموجودين في أماكن معينة، ونحن اليوم نتحقق من هذا الكلام لهذه الدقيقة. يعني هذا تصريح للسيد ضياء الدوري حول موضوع المعتقلين من قضاء الدور، وإحنا الآن نريد نصل إلى نقطة مهمة، هاي النقطة أن هل هم أحياء؟ إذا هم أحياء عم ننتظرهم ونشوف شنو وضعهم زين، أم إذا هم إلى الآن ما حد واجد لهم أثر؟ لكن مدام السيد ضياء الدوري إحنا نشكره مدام أنه طمننا بهذا الموضوع. طبعا مو فقط إحنا نتحدث اليوم، إحنا عندنا معتقلين البسلة، وعندنا معتقلين السامراء، عندنا معتقلي جزيرة السامراء، عندنا معتقلي جزيرة تكريت، عندنا معتقلي سليمان بيق، عندنا معتقلي الطوز، عندنا معتقلين من عزيز بلد ويثرب وغيرها من المناطق. لكن إحنا اليوم أكو بوادر تبشر أنه بعودة أهلنا وناسنا في مناطق سليمان بيق ومناطق عزيز بلد وأيضا مناطق يثرب. يعني يثرب كان فيها عودة لكن عودة بطيئة وإجراءات سيطرة العباسي. وصلنا الشكاوى لكثير من المسؤولين الحكوميين، ووعدونا أيضا إن شاء الله بحلول قريبة جدا، وإن شاء الله نجد حلول قريبة جدا في أقرب وقت بإذن الله، بإذن الله تعالى. إذن اليوم إحنا يعني في هذه الحلقة راح ننتظر بعض اتصالاتكم، نأخذ بعض اتصالاتكم وآراءكم وشاركاتكم عبر هواتف البرنامج اللي تظهر أسفل الشاشة، لكن نشوف بناء أو افتتاح أول جامع في منطقة أو في مدينة يثرب. يعني صحيح العودة لهذه المنطقة بطيئة جدا، لكن أكو فيتو، الكل يعرف أكو فيتو اليوم على البحشمة مثلا إلى الآن، وإحنا إن شاء الله نوجه لهم تحية وإن شاء الله نزورهم أنا والأستاذ وليد قريبا جدا إن شاء الله تعالى. أكو فيتو على البحشمة مثلا، لكن خلي نشاهد هذا بعض اللقطات من افتتاح أول جامع في مدينة يثرب. جاهز زميلي المخرج تنطيني اياه؟ ايه انطيني اياه خلي نشوف.
تحية لكم شخصيا ولمشاهديكم الكرام فيما يخص افتتاح جامع في ناحية يثرب. الحقيقة بموافقة وبمبادرة من الجهات الأمنية ذات العلاقة، عصائب أهل الحق وقوات الجيش لواء 74 إضافة إلى القوات الأمنية والاستخبارية، بادرت بافتتاح جامع العلوي المالكي في حي القادسية، وهو الآن وتمت الموافقة على الخطيب والإمام يؤم المصلين. قضية طيبة طبيعية جدا، خطبت ود الحاضرين، كسبت ود الحاضرين بشكل طوعي، خاصة العائدين بشكل إجمالي في كل المناطق. خطوة جيدة جدا باتجاه وحدة الصف ووحدة البلد، نبذ العنصرية، نبذ الطائفية، وحدة الكلمة، إسقاط مراهنات داعش والدول التي همها الوحيد هو النيل من العراق وتفتيت لحمة العراقيين. نبارك ونشكر القائمين والداعمين والمدافعين عن هذه الخطوة المهمة المؤثرة في نفوس المجتمع بشكل عام، نسأل الله أن يوفق الكل. يعني شيء جميل اليوم أن تعود الحياة شيئا لهذه المناطق المنكوبة. اليوم احنا فعلا لازم نقول منكوبة لأن هذه المناطق مدمرة بالكامل، لكن شيئا فشيئا تعود إلها أو تعود إلها الحياة شيئا فشيئا. لكن موضوع مؤتمر العشائر اليوم، احنا نعود ونأكد على هذا المؤتمر، مؤتمر العشائر اليوم وهو بادرة طيبة جيدة أن تعيد اللحمة الوطنية، تعيد اللحمة المجتمعية في هذه المناطق في هذه المجتمعات، ويكون أيضا رسم خطوط عريضة وواضحة لعودة أهلنا وناسنا في عزيز بلد وأيضا في مناطق عزيز حزام بلد وحزام الدجيل هذه المناطق وأيضا منطقة سليمان بيق. أيضا طبعا يعني احنا كثير نلقي باللوم اليوم على مجلس محافظة صلاح الدين بأنه مساعدات ما توصل، لكن كان أكو مساعدات المجلس محافظة صلاح الدين وصلت إلى النازحين. خلينا نشاهد هذه المساعدات شلون وصلت وبعدين نرجع. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نحن في مخيم الشهامة شمال قضاء تكريت الذي أنشئ لاستيعاب أي موجات نزوح قد تصل إلى محافظة صلاح الدين أو مركز محافظة صلاح الدين من العمليات العسكرية التي تجري لأجل تحرير محافظة نينوى. وهذا المخيم يحتوي الآن قرابة 400 عائلة تقريباً من مختلف المناطق، من مناطق الحويجة ومناطق محافظة نينوى ومن مناطق قضاء الشرقاط، موجودين الآن في هذا المخيم. بعد زيارة السيد محافظ صلاح الدين إلى المخيم يعني حصلت زيادة في وتيرة تقديم الخدمات المقدمة. اليوم الدوائر الخدمية تعمل جميعها في هذا المخيم لتقديم ما تستطيع تقديمه. المواد الغذائية التي وصلت هي من وزارة التجارة لقرابة 1000 نسمة من مفردات البطاقة التموينية لهذه العوائل، ستوزع عليهم حسب أعداد الأفراد في البطاقة التموينية، بالإضافة إلى دعم المنظمات الإنسانية والإغاثية التي تقدم أيضا الدعم داخل هذا المخيم. نأمل إن شاء الله خلال الأيام المقبلة أن تنتهي هذه الأزمة ويعني تعود خصوصا المناطق المحررة من جنوب من الموصل أو جنوب الموصل وأيضا مناطق الشرقاط، وبالتالي تعود هذه العوائل إلى مساكنها. الدكتور عمر الشنداح قائم مقام قضاء تكريت. طبعا تحية للدكتور عمر الشنداح قائم مقام تكريت، ويعني هذا مخيم الشهامة طبعا أنشئ يعني خارج مدينة تكريت، واللي بالجديد تم يعني استقبال فيه العوائل أو عوائل دواعش اللي تم تهجيرهم أو ترحيلهم بالأحرى ترحيلهم من مدينة الشرقاط، تم ترحيلهم إلى مخيم الشهامة يعني قرب مدينة تكريت. اليوم احنا الملفات كثيرة طبعا، لكن احنا اليوم مخصصين هذه الحلقة لإطلاعكم على الوضع المأساوي اللي يعيشونه النازحين. عسى أنه يصل إلى قلب المسؤول شيء، إلى عقول المسؤولين يصل شيء إلى قلبهم، عسى أنه يحرك فيهم ولو شيء بسيط.
فيقومون ايضا بمساعده هذه هؤلاء النازحين. خلي اخذ اول اتصال. تفضل. اتصال تفضل. الو. تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. ام علاوي بخير حدا نجوى دراوات. اهلا وسهلا ام علاوي تفضلي. نجوى دراوات. اهلا وسهلا تفضلي. السلام عليكم. انا نجوى دراوات. نعم. وعلي. اي تفضلي وعلي تفضلي. اريد مناطقنا صامت. نعم. كانت وحيدة عن مناطقنا واحنا ما عندنا مشاكل هي هذا اللي هذا. نعم. لان مثلا من القطع الضوئية. نعم. احنا القطع الضوئية. انا هذا الضوئية وزي الحرداء رجع واحنا ما رجعتها ولحيدة عديني. ويعطيك الصلاة لسات محرك وش ما بيه وعيش طريقة ما عدني. نعم. شلون وضعكم مخيم الحردانيه؟ شلون وضعكم؟ والله ما بعنا مأساوي لحيدة عديه لا من سحابه داعبيني ولحيدة رجعتني وهيك مشاكل هي هالبلد ما وعدني وشيخ هالبلد ما فين رجعتني وما حد يرجعني. نعم. وهذا مو زين مخيمنا لا من شتاء يحوي ولا طال يحوي وعن رجيت واطفالنا ماتت ونسانا ماتت ويوميا. نعم. نعم. واي جواز رواك. نعم. شكرا شكرا ام علي شكرا شكرا لاتصالك. طبعا يعني مخيم الحرداني احنا تحدثنا عليه في حلقه وايضا في حلقات ماضيه استضفنا فيها الشيخ حردان لفتو تحدثنا عن هذا المخيم والوضع المأساوي في هذا المخيم. لكن الان خليني انتقل وياكم الى الجوله الاعلام يعني اللي قمنا بها انا وزميلي الاستاذ وليد المدني الاخ ابو عبد الله العزيز اللي قمنا فيها في احد المخيمات وكيف كان الوضع مأساوي وكيف كان يعني لقاءاتنا بالناس وأيضا احتياجات الناس عسى أن تصل إلى قلب المسؤول إلى كل صاحب غيرة ويتوجه اليوم يوفر لهم الخيم يوفر لهم الطحين يوفر لهم كل شيء. خلونا ننتقل إحنا وياكم إلى زيارتنا إلى أحد المخيمات في إقليم كردستان العزيز وبعدين نرجع لكم.